وفي ركبه للخاف جعلات السير في درب المناعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، شوطنا الرابع عشر، أول أشواط الجعدان الصعوب. نتمنى التوفيق للجميع بهذا الشوط. ابدا مع المركز الاول، هنا شاهين احمد بن علي بن سعيد الرايحي العليلي يتقدم. المركز الثاني شاهين سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث شاهين عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان. وايضا المركز الثالث يصل شاهين سعيد بن عبيد بن ضبيعه، وايضا مهير بن راشد بن مهير بالقوم لكتبي قادم مع المركز الخامس والاسامي قادمه. ولكن بن حميدان يسيطر تمام السيطره مع شاهين مع المركز الاول. يتقدم عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان، وبن رشيد قادم على المركز الثاني قادم مع شاهين سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد. وايضا الوصول مع شاهين سعيد بن عبيد بن ضبيعة قادم على المركز الثالث. المركز الثالث والاسامي قادمه، ولكن بن حميدان يسيطر على المركز الاول، وبن رشيد قادم وايضا عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان وسلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي قادم دكتور الاصايل قادم على المركز الثاني. يقدم لنا شاهين وسعيد بن عبيد بن ضبيعة غادم على المركز الثالث. والامتار الأخيرة الامتار الأخيرة مع هذا الانطلاق الممتاز. ولكن من الجانب الآخر بدأ يتحرك بن رشيد وبن حميدان، ولكن للمرة الثالثة سلام من الله عليكم يا ابن العوير يا سلمان يا بن علي يا بن سلطان يا بن رشيد. النقطة الثالثة مشكور يا دكتور الأصايل. المركز الثاني شاهين عبد الله بن علي بن حميدان. المركز الثالث هو شاهين سعيد بن عبيد بن ضبيعة الكتبي. التوقيت هو 2:16 مع شاهين لسلمان بن علي بن سلطان بن رشيد. والنقطة الثالثة تهانينا والناموس لك يا بن رشيد على الفوز والانتصار وعلى انتزاع المركز الأول.